أن صاحب القرآن لا يتكسب بالقرآن، لا يتكسب بالقرآن. ولذلك قال أهل العلم، أجمع أهل العلم من غير خلاف، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن حتى في الرقية، وإنما يجوز أخذ الجعل عليها. نقله الشيخ تقي الدين وغيره. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما لدغ سيد القوم وكبيرهم، قال أبو سعيد اجعلوا لنا جعلا، ولم يقل اجعلوا لنا أجرة. وهذا يدلنا على الأصل المتفق عليه بين أهل العلم، أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على القرآن، وإنما يجوز له أن يأخذ جعلا على الشفاء، أو أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين للإمامة بالمسلمين أو تعليمهم وغير ذلك، إلا في استثناءات محددة ذكرها أهل العلم، والاستثناء يذكر بعد ذكر الكليات. فالمقصود من ذلك أن صاحب القرآن يحرص كمال الحرص على ألا يتكسب بالقرآن شيئا. وقد كان للأئمة الإقراء في ذلك أمر عجيب وشأن غريب. فهذا إمام المقرئين في زمانه ولا شك، وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. نقل عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه أن رجلا أهداه قوسا، والقوس قيمته قليلة وليست بغالية، فلما أعطاه إياه قال: هل لا أهديتني إياه قبل أن تقرأ عندي القرآن؟ فلا أقبل منك هذه الهدية. وجاء رجل للإمام حمزة الزيات أحد المقرئين السبع الكبار، وقال له: أريدك أن تشفع لي عند فلان ليحط من دين له عندي. فقال: أما وإن ذاك الرجل قد قرأ علي القرآن، ومن قرأ علي القرآن فلا أطلب منه شيئا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلا لربه جل وعلا. فالمقصود من هذا أن حامل القرآن على الحقيقة لا يتكسب به، ولا يحرص على أن يكسب به مالا ولا جاها. وكذلك كل صاحب علم. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا دخل السوق يشتري منه ويتبضع، إذا عرف في ذلك السوق وعرف اسمه تركه وانتقل إلى سوق غيره، قال: لا أشتري بديني شيئا.